الرحمن الرحيم. ماشي فندم، توكل على الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرفنا وجود الدكتور أيمن ملوك، حصل على الدكتوراه في العمارة جامعة القاهرة، وحصل على الماجستير في إدارة المشروعات جامعة جرينتش بلندن، وحاصل على الماجستير في العمارة جامعة القاهرة، والبكالوريوس في العمارة الكلية الفنية العسكرية، ومتخصص ومحاضر في العمارة البيئية، مؤلف كتاب البناء بتربة الأرض، مستشار معالي محافظ الوادي الجديد، ومطور مشاريع العديد من الشركات. وإن شاء الله شرفنا النهاردة بالحديث عن كتابه البناء بتربة الأرض، فمحاضرة موفقة دكتور. السلام عليكم جميعا، أهلا وسهلا بكم. نلتقي مرة أخرى مع بي آي إم أرابيا أو بيم أرابيا أكاديمي، وإن شاء الله تكون محاضرة مثمرة ومحاضرة لها يعني لها أبعاد، أرجو أنها تكون أبعاد مفيدة للجميع بإذن الله، لأن أنا شايف إن الفكر اللي هنتكلم فيه النهارده هو فكر يجب ان يستمر، لانه احد المسارات القويه جدا جدا في التنميه المجتمعيه، مش النهارده ولا من امبارح ولا من دي، من الاف السنين احنا بنستمر لربط الحضارات وربط التاريخ بالحاضر بالمستقبل عشان نعرف نعيش ونبني حياة للأجيال القادمة، نبني لهم مستقبل يقدروا يعيشوا فيه بطريقة فيها استمرارية، فيها حفاظ على الموارد، فيها اهتمام بالمبادئ البيئية بصفة عامة. النهاردة هنتكلم على البنى بتربة الأرض، وطبعا أنا بتكلم على اعتبار إن أحد او يعني احد الاسباب الرئيسيه ان انا اخذت هذا المنحه هي اني شغفي وحبي الشديد للمفاهيم البيئيه في العماره تحديدا او خصوصا، يعني خلاني ادور على الفايده للمعماري ممكن يوصل لها بابسط الطرق ازاي. تاثرت طبعا زي غيري بفكر رحمة الله عليه حسن بيك فتحي، كما كان يطلق عليه ما قبل الثورة، من قبل 52 لما كان وكيل وزارة، ثم أطلق عليه الدكتور حسن فتحي، ولأنه كان بيدرس في أكثر من مكان، وهو يعني تاريخ مزدهر وقوي وجميل، يمكن حتى آخر لحظة من حياته كان لا يبخل بالعلم على أحد. وده يعني أتمنى في يوم ما إن احنا نلتقي في محاضرة كاملة عنه، وإن كنت أعلم تماما إن في من هو أقدر مني في الكلام عن إنجازاته وعن مشاريعه وعن فكره اللي فاد العالم واستفاد منه العالم جدا جدا في مشاريعه الكتير. نبتدي النهاردة وهنتكلم على البنى بتربة الأرض، وخلينا نأكد على طريقة من الطرق بتاعت البنى دي، هي لأنها غريبة شوية، غريبة على مجتمعنا، على الرغم من أن في بعض المحاولات الفردية بالبنى بيها في مصر، إلا أنها لا ترقى أنها تصل إلى مرحلة أن يتعمل لها كود، مع ان في مناطق كثيره في العالم بيشتغلوا فيها كود. هنتكلم عنها، هنتكلم عن الطريقه اللي اسمها REW او Rammed Earth Wall، هنشوف ايه هي مفهومها كاحد الطرق الرئيسيه بالبناء بالتربه او بمواد التربه. فرانك لويد رايت كان له مقولة حلوة قوي: Buildings too are children of earth and sun. يعني حتى المباني هي أبناء الكرة الأرضية والشمس. دلالة على إيه؟ دلالة على إذا كنا عايزين نعرف
نشتغل كمصممين منفذين لمباني، فإن أهم حاجة لازم نستوضحها ونستشعرها إن يجب أن ترجع للأصل في كل شيء. ما كان من فرانك لويد رايت لما قال Children, Earth and Sun، يعني هذه المباني يجب أن تكون مباني بيئية في المقام الأول، مرتبطة ارتباط ليس يعني عضوي، لكن بتكلم ارتباط وثيق، ارتباط متكامل بالأرض. ومعنى كلمة and sun يعني يجب أن يكون تأثير الصن أو تأثير الإشعاعات اللي بتخرج من الشمس، يجب أن يكون هذه المبنى تقدر تحمي المستخدمين، تحمي الأوكوبايد الناس اللي شاغلين للمبنى من تأثيرات الشمس ويستفيدوا بيها في مسارات أخرى. وهو ده المفهوم اللي احنا بنحاول نوضحه في أكتر من رسالة من رسائل المحاضرات الخاصة بالمباني البيئية والمباني الخضراء وخلافه. في تقسيمة سريعة كده هو عرفنا ان الفيرناكولر بيلدينج، يعني ايه كلمة فيرناكولر؟ المباني التقليدية، المباني مش عايز اقول القديمة، ولكن هي مرتبطت بالبيئة اللي موجودة فيها. نجد ان المباني هذه كلما اتوجد بيئة مختلفة اصبح لزاما على القاطنين لهذه البيئة أن يتعاملوا معها، يتعاملوا مع البيئة بمكوناتها. فلقينا أن في المناطق الصحراوية، المناطق اللي لا تكثر فيها الغابات، خلينا أقولها كده علشان ما تبقاش العملية إيه محددة على الصحراء، لكن لا يكثر فيها الغابات اللي هي إيه الغابات، يعني مادة الخشب اللي موجودة في الأشجار لا يكثر فيها كده، لكن قد يكثر فيها الصخور، قد يكثر فيها الرمال ومشتقات الرمال، يطلع من هذه البيئة المباني بنسميها Earth Building، اللي هي مرتبطة إما بالمد بالطينة والتربة والترب والرملة ومكوناتها، أو الروك بأنواعها المختلفة، حتى البازلتي، حتى الحمأة، حتى كل أنواع الروك هيندرج عليها. المناطق اللي فيها الغابات بما أنها مرتبطة بكلمة غابة يعني أخشاب بأنواعها بقى، بامبو، هارد وود، ليف، وحتى الليف، حتى الورق، لأن في بعض الإرهاصات التاريخية كانت بتتكلم على أن الليف خاصة الكبير، الورق بتاع الشجر الكبير، كان بيستخدم كغلاف للمنشآت اللي كان بيعملها الإنسان في هذا المكان، طبعا في المنطقة اللي هي القطبية، سواء كانت الشمالية أو الجنوبية أو البيئات اللي هي مرتبطة تحت منها بشوية. فبنلاقي الفكرة الرئيسية اللي كانوا بيبنوا بيها، ويمكن إلى يومنا هذا، ويمكن أشهر فندق أعتقد في السويد كله معمول بالتلج أو النرويج حاجة كده، الإجلوس ده معروف إنه فكر مرتبط بالتلج، مادة التلج، مادة التلج، وإزاي إنه بيتحفر فيه ويتعمل فيه سكن. وطبعا هي الأساس فيها متاخدة برضو من كنا قلنا قبل كده إن الحيوان زي الدب وكده هو إزاي بيستخبى فيه التلج علشان يحمي نفسه من العواصف والتلج اللي ممكن يتساقط عليه. أما المناطق الصحراوية اللي هي لا تجد فيها صخور كتيرة أو كده هو كان برضو أحد الوسائل اللي استخدمها الإنسان وإلى الآن طبعا، إنه يشوف الجلد بتاع الحيوان ويقدر يستفيد منه في إيه. فبجلد الحيوان، بوبرة الحيوان، سواء كانت أكرمكم الله الجمال أو النعج أو الخرفان أو كده، ويغزل هذه الوبرة ويعمل من الجلود الخيمة التنت، ويطورها بقى باستخداماتها المختلفة، حتى لما دخلت الصناعات الحديثة وأظهرت لنا منتجات جديدة زي الممبرين وخلافه، وابتدى برضو يتعمل فيها أفكار قريبة من التنت، وإزاي إنها برضو بتستغل في الإقامة أو الشيلتر في المناطق الصحراوية. على مستوى العالم استخدام التربة بقى اللي هي هناخد بقى من التصنيفة اللي فاتت دي كلها، هنتكلم بس على الإرث أو المد ماتيريال. فبنجد ان على مستوى العالم نسبه كبيره جدا من السكان العالم لهم ارتباط كتيره
جدا كبير جدا جدا بتربة الأرض، على الرغم من إن يعني إحنا يعني متأثرين جدا بالمنشآت الخرسانية ومنشآت الستيل، متأثرين بيها على مستوى الدول كلها بالكامل. فبالتالي بنكتشف إن في مناطق كتيرة جدا في العالم الأساس فيها إن هم البنى فيها بمادة تربة الأرض أو الطين. زي ما انتم شايفين كده الاستيميشن تقريبا حوالي 30% من سكان العالم عايشين في مناطق مواد أولية، الرو إيرث ماتيريال، ده الأساس اللي هو بيشتغل بيها الفقير. ودلوقتي كمان الغني، وهنشوف موضوع كلمة الغني، وهنشوف كلمة المؤسسات بيستخدموا الطين في منشآت عاملة إزاي. إحنا طبعًا كنا اتكلمنا قبل كده ونتكلم ونعيد تاني إن المباني البيئية ليها مسارين، إما إنها تشتغل على مسار باسيف سيستم، باسيف سيستم ديزاين اللي هي بتستخدم المبادئ السلبية أو مبادئ البنى الأولية، مش المواد الأولية، مبادئ البنى اللي هي بتغنيك شوية عن استخدام التكنولوجيا، والبديل ليها أو المقابل ليها اللي هي الهاي تك بيلدينجز أو النيو تك بيلدينجز نيو تكنولوجي، وده هي بيخش فيها بقى تقنيات كتيرة جدا جدا. الاتنين بيمشوا في مسار يعني ايه مباني بيئية. الباسيف ديزاين له مسارات كتيره، منها الديزاين اوف كلايمت، الاورينتيشن، الشيدنج، الباسيف سولار هيتنج، الباسيف كولينج، السيلينج ا بيلدينج، العزل يعني الانسيليشن والانسيليشن انستوليشن والثيرمال ماس والجليزنج والسكاي لايتس وخافوا، يعني كل دول بيديني ما يسمى الباسيف ديزاين سيستم، وما هو ابعد من كده، ويمكن برضو احنا اتكلمنا في احد المحاضرات عنها، محاضره العماره الخضراء، واتكلمنا وقلنا ان مساراتها كتيره قوي، نقدر نفرد ليها ان شاء الله محاضره ونتكلم عنها ان شاء الله في وقت تاني. دايما شايفين كده احنا بنتكلم على ماده التربه، ماده الارض. انتم متخيلين ان كل الصور اللي قصادكم دي عباره عن ماده تربه الارض؟ متخيلين احنا ممكن نقدر نعمل بتربه الارض منشات عامله ازاي؟ طيب طبعا لازم انوه على ان انا من اهتمامي بهذا الامر كان اول اصدار لي واول كتاب لي هو خصصته مخصوص للبناء بماده تربه الارض، لانه شايف ان احنا كمعماريين يجب أن نهتم بهذا الأمر اهتمام لا يغفل على ذي لب، أنه هو ده المسار الطبيعي والحقيقي لتنميات المجتمعات المتنوعة مش بس المجتمعات الفقيرة، طبعا على رأسها المجتمعات الفقيرة، لأن المجتمعات الفقيرة مشكلتها في التكلفة للمبنى، التكلفة في الانفراستراكشر، التكلفة في كل حاجة، والتكلفة في الترانسبورتيشن، تكلفة في الانرجي، في الطاقة، التكلفة. فأنا عايز أوصل إني أعمل الشلتر، المأوى، المسكن لهذه الفئة. طب ما تربة الأرض هتساعدني كتير جدا جدا، وبيساعد على كده كمان. أنا ناسي وغافل حاجة اسمها الكربون إميشن، الانبعاثات الكربونية. تربة الأرض بتعفيني كتير جدا جدا مادة الانبعاثات الكربونية اللي للأسف الشديد مقابلها اللي هي المنشآت الخرسانية وخلافه بيبقى في نسبة انبعاثات كربونية فيها عالية جدا جدا. إذا اهتمام لا يخفى على ذي عقل أو ذي لب إنه هو لازم الشعوب ولازم المجتمعات وأصحاب القرار إنه هم يهتموا بهذه المنشآت. وإحنا مش بنجيب الكلام ده وليد النهاردة ولا وليد اللحظة، ده انت لو لفيت الوطن العربي كله بالكامل ولو لفيت العالم، يمكن ده اللي انا ذكرته في الكتاب وحطيت امثله كتيره جدا جدا على مستوى العالم في القارات الخمسه كلها بالكامل، لقيت ان المنشآت الطينيه او المنشآت اللي هي مرتبطه بتربه الارض، بلاش كلمه طينيه عشان ما حدش يفتكر ان احنا بنتكلم في الطين بس، لان تربه الارض هنتكلم دلوقتي عليها كام نوع من انواع التربه اللي ممكن يصلح انها تتعمل لوحدها ولا استخدم ابدا
او يعني ان يندر استخدامي للمواد اللي هي المصنعه زي الاسمنت او الحديد او كده. فانا فاهم كويس قوي انها ماده غنيه ثريه اتبنت بها منشات من الاف السنين، وفي منها ما زال قائم لحد يومنا هذا. وانا ذاكر الكلام ده هو في الكتاب، وذاكر مثلا احد الامثله اللي انا حاططها في الكتاب مدينه شبان في اليمن. شبان في اليمن دي هي يعني على ارجح الاقوال انها من 700 سنه، لكن منشاتها كلها بالطين، 10 اطوار وصلوا للسقف العاشر، واخد بال حضرتك، في منشات هذه المدينه بالكامل، وما زالت قائمه لحد دلوقتي مباني بالطين. فاذا الموضوع بقى ما حدش يرجع ويقول لي او يزايد في ان المباني الطينيه مباني متهالكه وبتقع بعد كام سنه. أرجو إن إحنا نغير الفكر دوت، لأن للأسف الشديد دي بقت ثقافة مجتمعية إن المباني الطين هي مباني منهارة، مباني بتنهار بسهولة وإنها لا تعمر. للأسف الشديد أنت بتبني قرارك ورأيك على فكر خاطئ. الفكر اللي هو ارتبط بإيه؟ ارتبط بإن اللي بقى كان بيبني في مرحلة من مراحل عمر الشعوب كان بيبنيها من غير أي مرجعية علمية، فبالتالي كانت المرجعية بتاعته هي دماغه، والمرجعية بتاعته الأدوات والإمكانيات المحدودة اللي في إيده، فأصبح المنشأ اللي بيطلع منشأ محدود الكفاءة. فبالتالي ممكن ما يعمرش، ممكن، لكن ما في مجتمع تعامل مع المادة تربة الأرض دي بحرفية عالية. أنا بقول حرفية يعني معنى كده إيه؟ معنى كده إنها لازم إنها تكون تحترم كل الأبحاث والتجارب والتاريخ، علشان نرجع تاني نفهم ليه المنشآت دي بقى لها آلاف السنين. أنا بقول كلمة آلاف السنين وأنا قصدي أقول كلمة آلاف السنين. لما يجي لنا حسن بيك فتحي ويقول كلمته إن الله قد خلق في كل بيئة ما يقاوم مشكلتها من مواد وذكاء المعماري، هو في التعامل مع المواد الموجودة تحت قدميه، لأنها المواد التي تقاوم قسوة بيئة المكان. فعلا احنا خلقنا من طين، خلقنا من طين، ومادة تربة الأرض ما هي طين، فيها جزء كبير جدا من الطين. وللأسف الشديد بنغفل ان القرآن ذكر مثلا ان حضارة فرعونية كانت مبنية اساسا او كانت بتهتم اساسا بالطين، وان منشأة الحجر اللي كان موجودة في احد النظريات بتقول انها هو طين ولكن تكلس في مكانه فاصبح واخد شكل الحجر، دي احد النظريات. وانا مش هخش في الجدال بتاع المباني الفرعونيه الحجريه الضخمه وان هل هي فرعونيه فعلا ولا غير فرعونيه، مش هخش في الجدال دوت، مش وقتها ولا 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 حديثنا ان احنا نتكلم فيه. لكن خلينا نركز ونقول ان دي منشآت عملها حسن فتحي في اكتر من مكان في العالم وفي مصر طبعا. يعني حسن بيك فتحي لما تطلب منظمه الامم المتحده ويروح يبني في اليونسكو في 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 في, في, في نيو مكسيكو في الولايات المتحدة، عمل منشآت هناك وعمل قرية هناك. ولما يتاخد برضو هو راح بصفة فردية، لكن الأمم المتحدة طلبت منه انه يعمل منشآت في جزيرة العرب لما كان الكلام ده في الستينات، عمل في منشآت في جزيرة العرب. اذا هو الموضوع له شجون وله ابعاد كتيرة جدا جدا، ونفهم كويس قوي ان ما زال في جعبة الحاضر والتاريخ ما يقدم ما هو الأفكار الرائعة. وده أحد الشخصيات اللي احنا لازم يعني نرفع له قبعة، المهندس محمد الرافعي، وله كلمة مشهورة ربنا يديله الصحة ومتعه بالصحة يا رب: العمارة ليست خطوط سريالية وليست موضة تتغير وتتبدل وفق الهوى، العمارة الحقيقية هي التي تنجح في احتواء البشر ماديا ومعنويا، فتعكس جذور ثقافتهم وتؤكدها، وتستجيب لتطلعاتهم في تماهي تام مع المحيط والبيئة الطبيعية. فنحن خلقنا للإعمار وليس للدمار على حساب البيئة الطبيعية. وهو ده اللي كان بيحاول يوصله من تصميماته المهندس محمد الرفحي، سواء كان في مصر أو في السعودية أو في أفريقيا، إزاي يقدر، وفي أوروبا طبعا الحمد لله ربنا يديله الصحة وله باع كبير جدا كمان في أحد الأمطار الأوروبية، ازاي انه يقدر يوصل بالفكر ده هوت انه يبقى عالمي. هو ده اللي كلنا بنتفق وكلنا ان احنا بنحاول نستفيد من خبرات بعض علشان يعلى معانا قيمه
العوده للاصل. طيب التربه بصفه عامه لها اشكال متعدده ولها صور متعدده وليها يعني تدرج حبيبي مختلف وليها صلابات مختلفه، ويمكن هنا هو الصوره اللي موجوده قصادكم 14 نوع من انواع التربه، لكن احنا فيهم طبعا الجرانيت والرخام والصخور البازلتيه والصخور الناريه، لكن خلينا نركز على ماده تربه الارض اللي ليها ارتباط بكلمه الطين او المضة او كده. فاحنا عندنا المثلث الشهير للمواد اللي يطلع منها اللي هي الكلي والسيلت والساند، اللي منها بيطلع الساند الجرافل وبيطلع منها الطامي اللي هي السيلت، بيطلع منها الكلي الطين والليوم اللي هو الطفله والتشك اللي هو التبشيري. دول الاساس اللي كاين في معظم الاراضي خاصه المنطقه العربيه ومنطقه اللي هي مع الصحراء. فنجد ان احنا ممكن نستفيد من كل هذه الانواع ونعمل منشاتنا، ممكن طبعا، ونشوف ان هو الافكار اللي ممكن ندور عليها. الطرق الرئيسيه اللي ممكن تلاقيها وده انا ذكره في الكتاب اللي ممكن يبقى ليها علاقه كبيره جدا جدا بالبنى بالطين، هنلاقيهم يعني سته، وفي ناس بتخليهم سبعه، يعني ما بين سته وسبعه، وفي ناس بتقول اكتر من كده، لكن خلينا نركز على السته الرئيسيين اللي هو بيتكلم فيها معظم المعماريين اللي لهم ارتباط بالبنى بتربه الارض. الكوب والادوبي والبريست كومبريك وفي طبعا عشان كده بقول ممكن يكون سبعه، البريست سبلايز بريك، يعني في ناس بتصنفه ده تصنيف لوحده، والواتل اند دوب ميثود والارث باج والرامد ايرث. لما ناخدهم واحده واحده، احنا هنختم طبعا المحاضره النهارده باذن الله ان احنا هنتكلم على الرامد ايرث وول، وهنقول شويه امثله عليها، لان مش هقدر ان انا افتح في المحاضره في كل السته، لكن سريعا الكوب هي طريقه من الطرق القديمه جدا، وكانت مبنيه على اعتبار ان قوالب الطوب او يعني ما فيش شكل قوالب، هي الطاميه بتبقى بشكلها الجيلي ده هوت، وبتتحط الى حد ما في شكل قوالب، ولكن بتتحط جنب بعضها، تترص جنب بعضها بتخانه عاليه. خد بالك البناء بالطين الاساس فيه انه كله ان لم يكن يعني بنسبه كبيره جدا يعني بيشتغل اللي هي اللود بيرنج اللي هي الحوائط الحامله. فانت فاهم كويس قوي ان تخانه الكوب هنا هو بتبقى مبنيه على انها لازم تكون بتخانه كبيره، فهي ما هياش قالب طوب بيتحط ويترص جنب بعضيه ويبقى فيه مورتر علشان يربط الطوب ببعضيها، لكن هي عباره عن زي ما بتقول كده تجيب الكوريك وتاخد من طول وتروح حاططهم ترصهم جنب بعض الى ان يتكون الشكل بتاع الحوائط الخارجيه، ثم تيجي تسقفه بقى اما بالخشب او بالوسائل الاخرى. لكن طبعا في معظم المناطق اللي اتعمل فيها هذا المنشا كان الخشب الاشجار هو الماده الرئيسيه اللي كان بيتغلف بيها المبنى عامل ازاي. طبعا حديثا بقى لما نيجي ندور على الافكار الابداعيه في الطريق بينه وبين الكوب كده هو زي ما انتم شايفين ميزته ان هو ما هوش مرتبط ببلوكه لوحدها، لكن اقدر اشكل فيها فيطلع تشكيلات بقى دائريه عامله ازاي، والانتيريور بتاعه شوف جمال التصميم البيئي او جمال تصميم المنزل الداخلي بيبقى عامل ازاي لما اربط الطينه بالجذوع الاخشاب علشان يعمل لي الشكل الداخلي عامل كده، او حتى من بره واعمل التكوينه بتاعته عامله ازاي والتشكيله بتاعته عامله ازاي. انا فاهم كويس قوي ان احنا افتقدنا هذا الذوق. احنا مين؟ احنا المنطقه العربيه افتقدنا هذا الذوق، لان احنا كان عندنا زخم كبير جدا ورثناه من الاف السنين، ولكن فقدناه من عشرات السنين، مش هقول مئات السنين، من عشرات السنين قريبا جدا افتقدنا هذا الزخم اللي كان ممكن يكون له باع كبير جدا جدا. طريقه الادوبي هي كلمه الادوبي في حد ذاتها هي كلمه محوره من الطوب، طوب اطوبي ادوبي هي كلمه اسبانيش اكتر منها، لكن هي الاصل فيها كلمه الطوب.
فبالتالي نرجع بقى الطوبه اللي هي ايه، اللي هي اتعمل لها فورمه، ومش لازم تكون فورمه يعني شكل يعني ثابت، ولكن قد يكون الفورمه دي هي فورمه عاديه بتحاول مانيوال يدوي، وبيتكون فيها ويتحط فيها الخليط بتاع التربه ويتساب يتشمس من غير اي عوامل اخرى مساعده، يفضل يتساب يتشمس كام يوم لحد لما يبقى صلب ويتماسك ثم يتبني بيه. المنظر اللي انتوا شايفينه اصبحت هي ديت الفكره البسيطه اللي كانت زمان بيتبني بيها المسجد ده في مالي، وبقاله برضو مئات السنين المسجد ده. هو بنجد حتى البناء الحديث بيبقى عامل كده، وهي طبعا الادبي هي احد الطرق اللي اشتغل عليها المهندس حسن فتحي وعمل بيها ابداعاته الكتيره جدا جدا. ونشوف بقى ازاي ان احنا كمعماري يقدر يفنن ويتفنن في ايجاد العلاقه ما بين الاوبن وكلوزد في الفتحات بتاعته، ازاي ان هو يغير في الماسس بتاعت المبنى بتاعه المنشأ بتاعه ويعمله كل ده. بيبقى سهل جدا تشكيلياته في الطوب اللي هو معمول من تربه الارض. الوتلاند اوب هي مش موجوده في الوطن العربي، دي اكثر ما انتشرت في الغرب وخاصه في اوروبا اكثر. طبعا كندا واستراليا فيها ليها باع شويه، لكن لان الاصل الثقافه بتاعتهم كانت جايه من اوروبا، لكن الاساس فيها وجود الغابات، لان هي فكرتها عباره عن ايه؟ هي فكرتها عباره عن جذوع الاشجار بتخانات مختلفه، ويتعمل زي الصد كده، يتعمل زي شبكيه ليها، ثم الشبكيه دي تتربط بالجذع الارفع زي الصوره اللي باينه قصادنا هنا اهوت اهي، وبعد كده الدهب اللي هو ماده الطميه اللي هي مخلوطه باللم، مخلوطه بحيث انها تمسك المكون ده اهوت وتعمل بيها المنشآت اللي انتم شايفينها دي هي. طبعا في حد منكم سافر اوروبا هتلاقي المنشآت ما زالت موجوده في المانيا، في انجلترا، في دول كثيره جدا جدا. الفكره في رومانيا موجوده، الافكار دي اسمها الطريقه دي اللي هي الواتل اند داوب، وديت يعني ما زالت المنشات دي ما زالت قائمه بقى لها مئات السنين، ما زالت الى يومنا هذا بيجددوها، بيدينوها، بيهتموا بيها، تاريخ ارث ليهم، ارث. فاحنا للاسف اللي يعني ايه فقدنا الميزات دي برضه عندنا. البريزد بريك، والبريزد بريك ان هو بتبقى مبنيه على فكره ان احنا ممكن نجيب تربه الارض ديت ونحطها في مكبس، واحد الصور المكابس اما انها تبقى مكبس مانيوال او مكبس هيدروليك زي اللي موجود في الصوره هنا هو. طبعا الهيدروليك بيديلي احمال اعلى من المكبس اليدوي. فالميزه فيها ايه؟ انه مختلف عن الادوبي. الادوبي هو ما بيتحطش في مكبس، هو بيحطها بس يسيبها في الشمس. الكومبريس بيسيبها في الشمس بس مده اقل، ويبقى الاحمال بتاعته ازيد من انها تتساب لوحدها، فبيبقى الحمل او يعني توزيع الاحمال عليها بيبقى اعلى بكثير جدا من الطوبه بتاعت الادوبي. وبالتالي وزن الحيطه هنا بتبقى عاليه شويه، فبالتالي الاساسات بتاعتها لازم تبقى اساسات اكثر متانه من الادوبي. فبالتالي انت بتفهم كويس قوي ان كل لما بيزيد الكومبريسنج على الطوبه، كل لما بيزيد الاحمال بتاعت الحائط على الاساسات، وبالتالي انت بتشتغل مبنى فيه صلابه عاليه جدا جدا. وانا اثرت ان انا اجيب اكثر من صوره، ودي مثلا صوره لاحد التصميمات المهندس عنان، ارجو اذا كان سامعني انا حاطط الصوره بتاعت احد مشاريعك يا باشمهندس عنان، وانا افتخر ان انا اتعرفت على شخصيه زيك، وطبعا شخصيه المهندس محمد رفعت الصوره اللي فوق منها، وهكذا. احنا بنحاول ان احنا نأصل هذا الفكر للجميع، فاحنا عايزين نفهم ونستوضح كويس قوي ازاي هذا التأصيل انه يصل الى جميع افراد المجتمع علشان يقتنعوا بيه، ويرجع تاني البلد امبريشن اللي كان في ناس كتيره جدا ربطت المباني بالطين بالفقر والعوز والحوائط اللي بتشرخ،
وللاسف الشديد والاسقف اللي ما كانتش بتتعمل بطريقه جيده فكانت بتجيب امطار، او المطر لما كانت تنزل كانت بتجيب ميه من السقف. كل دي هي عوار لا يعيب الطريقه نفسها ولا يعيب الفكره نفسها، لكن اللي يعيبها يعيب التصميم او التنفيذ لهذه المشكله. نيجي للطريقه اللي هي برضو كومبريس بس السبلايز ان هو، وهنا بيجي بقى معانا افكار واشكال الفورمه بتاعت البلوكه نفسها عامله ازاي، وممكن يكون انها تبقى مفرغه، وممكن يكون فيها طريقه برضو يعني احد الفورم اللي بتتعمل البلوكه ديت انها ممكن تكون عاشق ومعشوق، يبقى عامله زي الميكانو او مش الميكانو اسف اللي هي اللوجو، فممكن انها تشتغل معايا لما بتغير وتحور من القالب بتاع البلوك عامل ازاي، سواء كانت سوليد مصمطه او مفرغه بالشكل اللي انتم شايفينها. واستفيد بقى من التفريغ ده في ايه؟ ممكن استفيد ان انا ازود التسليح شويه لو انا عايز اعلي الارتفاعات، اعمل امشي المواسير جواها، ما احتاجش ان انا احفر خلاص، انا كده هو اقدر استغل الفويدز اللي موجوده في البلوك علشان يبقى فيها استمراريه معايا للارتفاع اللي انا عايزه. الايرث باج دي طريقه مستحدثه، ودي هي طبعا الكومبريس دي طريقه مستحدثه، الاستحداث بتاعها ان بس خدت فكره الادوبي وطورتها لما حطيتها الشكل الفورم بتاعت البلوكه، بقت عباره عن مكنه اما انها كومبريس يدوي او هيدروليك زي ما قلنا. الايرث باج دي فكره مستحدثه، وناس كتيره جدا جدا بتربط الايرث باج بمسابقه كانت عاملاها الناسا، وبتفترض ان ما زال المسابقات دي لحد دلوقتي، يعني لو احنا عملنا مستعمرات في المريخ ازاي نبني هذه المستعمرات، والكلام دوت من فترة اعتقد من الستينات او السبعينات. اللي انتم شايفينه دوت نادر خليلي، ده مهندس معماري ايراني الاصل امريكي الجنسية، دخل المسابقة دي هي وقام راح حط الفكرة دي. ايه الايرث باج؟ الايرث باج عبارة عن شكاير الرمل بتاعت اللي احنا عارفينها، ولكن فيها تطوير، ان مش شكاير الرمل كانت اقصاها مثلا 70 سنتي او 80 سنتي، لا هو عملها ممكن تمتد طولها الى امتار زي ما انتم شايفين كده اهو في الصوره اللي في الاسفل دي، اهو تشوف الشكاره ان هو طولها عامل ازاي، فاقدر اشتغلها بهذا الشكل ان انا املى الشكاره وارصها بقى باشكالها المختلفه يطلع مني التكوينات اللي انت شايفها. والميزه الثانيه بتاعت الطريقه دي هي ان انا ممكن استغل الشكاير دي هي بالصوره اللي انتم شايفينها ان هو ان انا اعمل الاسقف كمان، فكأنها تطلع شكل مخروطي قمعي متواصل الماتيريال مع بعضها، فانا مش محتاج كتير جدا ان انا اشتغل نوعيه الاسقف اللي هي الدائريه دي، لكن لا يمنعش ان يكون في برضو بعض الافكار ان انا اربطها بالاسقف اللي هي الفلات، فبالتالي هحتاج ان انا اعمل دعامات خشبيه وبعدين اغلفها، و وممكن تغليفها على فكره برضو بتربه الارض، يعني انا ممكن استغل تربه الارض في البنى وفي المحاره وفي التغليف الكلادينج ان انا اقدر اشتغل بيها، ممكن تشتغل بالقصه دي كلها. العيب الوحيد في هذه الطريقه انها للاسف الشديد مش معمره، فلحد دلوقتي بيتكلموا على اساس انها ممكن تبقى، يعني منظمه الامم المتحده واليونسكو بيتكلموا على انها احد البدائل القويه جدا جدا للمجتمعات الفقيره للاجئين، مجتمعات اللاجئين انها تتعمل، ما تاخدش وقت كتير، والامكانيات بتاعتها المواد بتاعتها ما هيش يعني غاليه، بالعكس من المكان البيئه عدا الشكاير حتى كمان ممكن انها تتعمل بابسط الطرق، ويمكن الشكاير البلاستيك كمان ممكن تصلح انها تشتغل، لكن هي طبعا يعيب الشكاير البلاستيك اللي هي حته ان هل التربه هتمسك فيها كمورتر بعد كده ولا لا، بيتعمل لها بدايل وبيبقى في نجاحات كتيره جدا جدا. فهي سريعه التنفيذ نمره واحد، نمره اثنين انها مش محتاجه تقنيات عاليه زي ما انتم شايفين الموضوع بالنسبه للتنفيذ بتاعتها يعني بسيطه جدا جدا، بترص عادي جدا. فبالتالي الهند مثلا لما كانت بتشتغل في القصه دي هي كانت معروف ان في بعض المناطق في الهند ان الست هي اللي بتعمل كل حاجه، هي اللي بتبني وهي اللي بترعى البيت وهي
بتزرع وبتعمل كل حاجه. فمن ضمن الحاجات المهن اللي اكتسبتها المراه في المناطق ديت انها تبني البيت بتاعها بالشكل ده، لما وقفوا معاهم بعض المتخصصين علشان بس يعرفوهم ازاي يربطوا ما بين العنصر الحيطه والفتحات وهكذا، وازاي ينهوا المبنى لحد فوق. فكانت الفكره ان لا، هي مش محتاجه عماله مدربه عاليه، محتاجه عماله عاديه جدا وتكلفتها بسيطه، واقدر اغطي بيها الاحتياج السريع للبنى في المناطق الكوارث ومناطق الغير هاله بالمباني الطبيعيه. فانما مشكلتها زي ما قلنا انها مش معمره، اقصى 40 سنه، لكن بيطلع منها اشكال. ويمكن احد المنتجعات السياحيه في ايران معموله بالفكر ده. طيب الطريقه بقى اللي احنا عايزين نركز عليها اللي هي ار اي دبليو او رامد ايرث وول. يعني ايه رامد ايرث وول؟ طريقه التربه المدكوكه. الكومبريسد بريك دي طريقه الطوبه المكبوسه. التربه المدكوكه او حوائط التربه المدكوكه ديت هنتفرج عليها ونشوف قد ايه يعني احنا مفتقدينها في مجتمعاتنا، لانها للاسف الشديد من زمان وهي موجوده في منشات كتيره، زي ما اتفضل زي ما انتم شايفين كده قصادنا، موجود في مناطق في المغرب وفي شمال افريقيا، موجود في اليمن، منشات اللي احنا قلنا شبام، مدينه شبام، موجوده في كل العالم. حتى سور الصين العظيم اجزاء كبيره جدا جدا كانت معموله بالار اي دبليو. شوف سور الصين العظيم بقاله كام سنه، كام الف سنه. حتى المارتن تالون اللي هو المجمع السكني الصيني التالون الشهير كان معمول بالار اي دبليو، بالراند ايرث وول. فانت بتتكلم على حاجه في كندا موجوده، موجوده في اوروبا، موجوده في مناطق كتير جدا في العالم. ولازم نفهم كويس قوي انها مش بس تاريخ، ده حاضر، وهنشوف الحاضر بتاعها عامل ازاي. والمعلومه اللي انا يعني احب اضيفها لكم ان مثلا استراليا عامله كود دي، دوله زي جنوب افريقيا فيها مصنع بينتج هذه الطريقه بطريقه الحوائط الجاهزه، فبيطلع حوائط جاهزه. احنا هنتكلم على ايه؟ وول، ها، الحوائط اللي هي المدكوكه. نشوف ممكن يتعمل بيها حوائط دائريه، عادي جدا جدا. شوف الفكره بتاعها ممكن يوصل لحد فين. احنا ممكن نستغل نطور افكار ديت. المانيا وصلت انها مش بتشتغلها حوائط بس، بتشتغلها حوائط واسقف كمان، اسقف مقببه معموله بالطريقه دي. بمنتهى البساطه احنا برضو بنتعامل مع تربه الارض، ونتعامل معاها بعماله بسيطه. تاني بنتكلم على عماله بسيطه، ولما نشوف ان دي الفوائد بقى بتاعتها بقى، ان الانفيرمنتال امباكت بتاعها عامل ازاي، الانرجي يوز بتاعها عامل ازاي، افهم كويس قوي انها طريقه ناجحه جدا جدا بيئيا اذا عرفنا نستغلها. وجمالياتها بقى فوق ما تتخيل. ليه؟ لان التنويع العاليه في الخامه الاصليه تربه الارض يخليني مش محتاج ان اعمل بلاسترنج عليها، لكن التلوين بتاعها بيبقى ناتج مع بعض الاكاسيد الاورجانيك. اقدر ازود القصه شويه عشان يحصل الفرايتي العالي زي ما انتم شايفين في الصوره اللي فوق دهيت، ويبان فيها الفرايتي بتاعت الالوان. هل انا محتاج اعمل بلاسترنج عليها انتيريور او داخل او 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 اكستيريور او خارجيا؟ لا طبعا مش محتاج. هي ديت الميزه الثانيه اللي فيها. يتميز فيها برضو انها الاحمال بتاعتها الى حد ما معقوله، ما هياش احمال تقيله، لكن طبعا لما بيزيد الكومبريسنج عليها يعني هنشوف ازاي هتعملها. مش هتبقى كومبريسنج بقى، هتبقى الرامد او الدمك بتاعها هيتم ازاي. فده هو الاساس على هل انا محتاج ان انا اعمل لها اساسات معينه، اللود بيرنج بتاعها هيبقى تخاناته عامله ازاي. هل هي ما طريقه مكلفه او طريقه غاليه مع الاستخدام؟ طبعا احنا مش بنتكلم على 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 الطريق على على انها منشا وخلاص. لو منشا خلاص طبعا مكلفه، لان انت عندك عناصر معينه هتستخدمها في البنى فيها، فبالتالي انك تبقى فاهم كويس قوي انها محتاج انك يعني تصرف عليها شويه علشان تقدر تشتغل عليها. لكن هي في المجمل لو انت قلت مثلا هعمل قريه كامله بيها، فانت بتعرف ان انت ممكن توفر فيها جامد جدا. العنصر الاساسي طبعا ده اليو فاليو ابزورتيفيتي والتايم لاجنج بتاعها عامل ازاي. لما يبقى تخانه الحيطه ديت 11 سم او 22 سم او 33 سم،
الكلام ده هو بيفيدني جامد جدا جدا عشان احسب الاحمال الحراريه، علشان اعرف بعد كده هل انا فعلا محتاج ان انا اركب حاجه ميكانيكال، مكيفات او مراوح او كده. كل ما يزيد تخانه، كل لما بيقل خالص خالص الاجهزه ديت، لان التايم لاجنج بتاع الاحمال الحراريه اللي جايه من الشمس من بره بيتاخر لحد ما يوصل الى مرحله الليل اللي فيها هواء، حركة الهواء البارد بتغير لي المنظومة تماما. الموضوع بمنتهى البساطة زي ما انتم شايفين بقى، احنا كنا بنجمع الماتيريال خلاص وعرفنا انها عمالة عادية جدا جدا. في بعض الاضافات قد تكون لان نوعية التربة بيختلف من ماتيريال لماتيريال، فاحنا لما شفنا الدايجرام بتاع انواع التربة، في انواع تربه زي الرمليه او كده هو دي، هي محتاج ان يكون لها، لازم يكون في كوهيسيف بتاعها عالي شويه، فممكن استفيد شويه من الاسمنت. لكن في قانون بيتكلمني علشان المباني دي تفضل بيئيه، انها لا تزيد الوزن الاسمنتي للحجم الكلي عن 10%، لا تزيد يعني 6% 7% 8% بكتيره. او ان انا استخدم بقى او استخدم الجير او الجبس طبعا، لكن كل ده بيبقى له حسابات مختلفه وله تجارب مختلفه حسب نوعيه التربه. وبالتالي انا انصح كتير جدا من حضراتكم اللي عايز يبني بيها الموضوع ده، هو في يعني احنا مش هنخترع الزر، لكن مركز بحوث البناء مشكورا عمل لنا كتاب اسمه الكود بتاع التربه المكبوسه، وذكر في هذا الكتاب انواع التربه المتنوعه اللي موجوده في مصر كلها. فبالتالي انت فاهم كويس قوي ان ازاي تخلط ايه مع ايه علشان يطلع لك الناتج بتاعك فيه تماسك عامل ازاي، وهو ده الاساس بقى اللي احنا بنشتغل عليه. طيب ايه بقى الكومبريسنج هيتم ازاي؟ مش كومبريسنج، هيبقى ده دمج رن، فبيبقى ايه في الدكاك زي ما انتم شايفين، انه الدكاك ده دكاك هيدروليك كده اهوت، او في طريقه الدكاك العاديه اللي هي بتشتغل يعني تقيله وفيها حديد وبدوك عليه. ادي الشكل الرئيسي اللي انا بشتغل عليه. دي بقى اللي هي فكره ان في فورم من الناحيتين ومتسبب بطريقه تقويه معينه، وبتحط تربه الارض اهيت والدكاك بيمشي عليها يدوك. الانشاءات البسيطه لا يخلو امر انه ممكن بدل ما اعمله خرساني انا ممكن اعمله برضو ايه بالحجر، لان انا مش هطلع ارتفاع اكتر من دور مثلا، وممكن حتى دورين كمان. وده هي ان هو يعني احد الافكار ان احنا ممكن نعمل صناديق من المش من الشبك واحط فيها الاحجار، وممكن اعمل استخدم الاسمنت والبنى الخرسانيه اذا توفر معايا الاسمنت الصديق البيئه اللي هو البوزلاني، يبقى برضه حاجه جميله جدا. الاسمنت البوزلاني دهوت هنا لسه بنتناقش في هذا الامر مع الدكتور محمد تاج خبير الاسمنت البوزلاني على مستوى العالم، خبره كبيره جدا جدا. اسمنت البوزلاني هو بيخش في مكونات الاسمنت، ماده البوزلان دي هي ماده الحمأة او ماده اللي هي خارج البراكين اللي كانت موجوده من الاف السنين، اللي ممكن تبقى الباودر بتاعها يعني يفيد كتير جدا جدا عن الباودر بتاع ماده الماده المستخدمه في صناعه الاسمنت. وبالتالي يبقى المنتج اللي بيطلع منتج صديق للبيئه لانه انبعاثاته الكربونيه صفر. فانا فاهم كويس قوي ان كل لما اقلل من انبعاثات الكربونيه كل لما يكون المبنى ده مبنى صديق للبيئه. اذا الاساسات بتاعتي اساسات عاديه شريطيه، لان المفروض ان احنا بنشتغل زي ما قلنا باللود بيرنج حوائط حامله، فبيبقى الافضل ان احنا نشتغل على الاساسات الشريطيه ويبقى الشغل بتاعنا ممكن يستمر. الكود الاسترالي لما دخل هو اكتفى بانه يعمل المنشات بتاعته على ثلاث ادوار، اقصاها ثلاث ادوار، لكن طبعا فكره لحد دلوقتي حد يطلع بالكام دور، هنشوف دلوقتي بعض المنشآت، لكن انها توصل للعشر ادوار لحد دلوقتي ما اعتقدش او ما شفتش لحد دلوقتي ان في منشا وصل لعشر ادوار مبنيه بالطين. من الحاجات الجميله جدا لهذه الطريقه ان انا ممكن اعمل عينه اللي بيها بعرف بقى ايه المكونات بتاعت التربه اللي انا هشتغل عليها، واروح احطها في مكنه الكومبريسنج اللي هي موجوده في المعمل علشان اشوف
الكراكن بتاعها هيتم بعد قد ايه، واشوف اقدر انا الاسترنس بتاعي اقدر اوصل له بسهوله ولا لا، ان اغير النسب بتاعت المواد. ده هي من الحاجات المهمه جدا جدا قبل ما ابتدي واكمل في المشروع، لو كان مشروع كبير، مشروع شغال بصفه فيها حجم كبير، لازم يكون المعمل ده موجود في الموقع، ولازم يكون المكنه دي موجوده علشان اوفر على نفسي اروح اوديها المعمل كل شويه. الحيطه مش قليله، رغم ان انا قلت لكم ان في جنوب افريقيا واكثر من بلد تاني ان الحوائط ديت كمان بقت تتعمل زي الحوائط الجاهزه، فبقت تتصدر من المصنع جاهزه، انت بتركبها زيها زي الحوائط العاديه الجاهزه. الاشكال المختلفه بقى في التصميم بتاعي لما بيخلص، ادي الشدات اهي، وابتدينا نعمل الشدات بتاعتنا في الجنبين ونقفلها ازاي ونصدقها، وبعد كده نحط التربه، وابتدي ادك واعمل الدكات بتاعتي، وانا ممكن اعمل حوائط مرتفعه بالشكل ده هو. وممكن بقى ان انا اكمل المنظومه بتاعتي واروح اعمل كاميرا ثم سقف او سقف خشبي، وهنا يطلع معاك عفوا الصوت. من يطلع معايا الافكار ان انا ممكن اعمل التسييف بتاعي اما فلات، او ان انا برضو احاول ان انا اعمله دم، وزي ما قلت ان احد المراكز البحثيه او الجامعات الالمانيه قدرت انها تعمل فكره ان نفس الراند ايرث تبقى كمان على شكل دم وتغطى بيها المنشا بتاعها. الكومبريسنج طبعا زي ما او اسف الرامد او الدمك بيبقى على لير، وممكن لير دي زي ما انتم شايفين كده ممكن يبقى التنوع في الالوان بتاعها بيديني التشكيله الاخرانيه في الشكل بتاعها عامل ازاي. احنا قلنا واتكلمنا ان ادي برضو صور تاني متنوعه للشده، لكن انا ممكن اعملها في دورانات كتيره، وفي تجارب ناجحه كتيره جدا جدا للحوائط انها تبقى بالشكل ده، ويطلع منها افكار كتيره جدا. الارتفاعات احنا ممكن نزود الارتفاعات ونعمل نعلب الارتفاعات، في بعض الدراسات بتحط يعني اسياخ الحديد كل مسافه، يعني كل 60 سم او كل متر حسب الاحتياج بتاعها، مش بيبقى تسليح كامل لحيطه خرسانيه، يعني حيطه خرسانيه بيبقى تسليح كامل واصطاد كده شبكيه وعامله ازاي وبتاع، لا احنا ما بنعملش الموضوع مش كده، لكن هو الموضوع بس علشان اذا كنت عايز اعلب الحيطه، يعني شايفين الحيطه دوت اذا كان ده شخص طوله متر 80 فكان الحيطه ديت تقريبا عامله لها 6 متر مثلا او اكتر تقريبا، هو ده اللي احنا بنقول عليه ان احنا لو حبينا ان احنا نعلى بالحوائط بتاعتنا عامله ازاي. بيكمل بقى معايا المنظومه لما ابتدي ادخل البامبنج وادخل الكهرباء وكده هو، وهنا بيظهر معايا ان في تقنيات كتيره جدا علشان في الاخر، لان الاشكاليه الرئيسيه ودي احد العيوب في البناء بالطريقه ديت، انك لو حبيت تعدل داخليا انت بتشوه المنظر، انت ممكن تحفر في الحيطه وممكن تمدد المواسير جوه الحيطه، لكن لما تيجي ترجع تاني وتقفلها انت شوهت المنظر اللي انت بنيت عليه فكره التصميم. لكن في احد الافكار ان انت مثلا في المواسير بتاعت تغذيه الميه وكده انها تبقى خارجيه، وزي الصوره اللي موجوده على اليمين انا قلت هي، او ان انا ابيت المخارج المداخل المخارج بتاعتي جوه الحيطه وتطلع بطريقه زي ما انت شايفين انا اهوت، او زي علب الكهرباء تبقى عامله ازاي، او من جوه وانا ما بين الشدتين ابتدي ادخل المواسير بتاعتي. محتاج طبعا الموضوع دوت انه يكون له رسومات تنفيذيه عاليه جدا جدا علشان يبقى الموضوع ما يبقاش فيه تغيير وتعديل كتير كل شويه. تعالوا بقى نتفرج على المناظر اللي ممكن يطلع لهذه المباني داخليا وخارجيا. ادي داخليا عامله ازاي، وانا شايف ان انت لو اكتفيت بالحيطه بالشكل ده هو على اعتبار انها ممكن انها تبقى داخليا، انا مش محتاج ان انا او ان انا احط عليها اي ماده محاره وبعد كده ده. المعالجات بقى الباقيه، الفتحات تبقى عامله ازاي، والحوائط بميولها عامل ازاي، والشيدنج للفتحه ده كله ده هو سهل في الفورمه بتاعه الشده،
واقدر احور فيه الفتحات واعمل منها اشكال كثيره مختلفه. حتى ان الحيطه دي جنب بول ميه اهو زي ما انتم شايفين، طبعا بيفرق معايا اسلوب العزل بتاعها عامل ازاي، واقدر اتعامل معاها على انها حيطه متكامله اذا كان لو عزلتها بطريقه جيده. ادي الانتيريور على السلم، انتيريور معلش صوره التوريه الثانيه، انتيريور في ممرات، علاقتها في الحمامات، علاقتها في غرف النوم، في غرف الطعام، في كل ركن من اركان الفراغ، بيدي جماليات عاليه وجماليات جميله متنوعه. ادي في الحمامات ثاني، شوف الاشكال الحيطه عامله ازاي في المنتصف او عامله ازاي هنا اهوت، او حتى هنا اهوت التشكيليه اللي ممكن نعملها فيها. المطابخ الحيطه دي بتبقى عامله ازاي في المطابخ، ادي التشكيلات، ادي التصميمات المختلفه اللي ممكن تشتغل معايا حتى في المطابخ. يعني الحيطه نفسها مش محتاج ان انا لا اجلدها سيراميك ولا اجلدها ولا اعمل لها دهانات، انا ممكن اشتغل معاها كده. خارجيا ادي بعض اللقطات اللي انتم بتشوف فيها جماليات عاليه جدا جدا، طبعا دي ناس وصلت لاحتراف عالي. هل حد بقى يقول لي ان المباني دي هي الطينيه بس للفقراء؟ لا، ما هو احنا بنعرض على منشات متنوعه، منشات فيلل، بيوت ويلثي شويه، وهنشوف كمان حاجات تانية دلوقتي. يعني شوف شوف التكوينه الجميله اللي انت شايفينها في الحيطه اللي هي الرمد دوت، المبنى اللي على اليمين دوت هنتكلم عنه دلوقتي لانه ده عباره عن مبنى زو، حديقه حيوانات. وهكذا الفكر بقى لما يتبعه تطوير بيطلع منه منتجات في منتهى الجمال، بقدر اطلع منه اشكال جميله جدا، وما يقفش عندي عائق. التسقيف هيبقى عامل ازاي؟ الارتفاع عامل ازاي؟ الفتحات عامله ازاي؟ ما يقفش عندي عائق. زي ما انتم شايفين التنوع العالي في التصميم بيخليني اقدر اشتغل عليه. احد الشركات حبت انها تزود شويه في الانسوليشن بتاعت الحيطه او العزل بتاع الحيطه، فعملت ايه؟ عملت كافيتي وول، حطين رمد ما بينهم عزل، ودي طبعا احد الافكار الجميله اللي ممكن يستفاد بيها في مشروع. وزي ما انتم شايفين هو حتى كمان عامل تسليح، لكن شايف المسافات بتاعت التسليح عامله ازاي؟ فاذا هو مش مصاب انه يبقى حديد، ان التسليح عالي زي الخرسانه. طبعا انا لازم اعرض شويه على الديس ادفانتج، فقلت ان في عندي ديس ادفانتج شويه في الموضوع في المباني الرمد اللي هو زي الهيوميديتي، الرطوبه بتاعتها بتبقى شويه عاليه، فممكن البديل لها ان احنا نستخدم اورجانيك انتي فانجل ماتيريال. الفول اوردر الجوائح اللي ممكن تطلع من الطينه، لكن برضو اقدر اتعامل مع الاورجانيك انتي فول اوردر. وهكذا السيمنت اديتيف، انا ممكن استخدم اللي هو زي ما قلنا الجرين سيمنت لايم او الخرسانه اللي هي البزلانيه ممكن استخدمها. الكوست بلس بنحاول ان احنا نسيطر عليها، لانها لما بتبقى في البدايه خالص طبعا بتبقى شيء مختلف، لان انت محتاج ان انت تدرب الناس، محتاج ان انت تعمل عليها ابحاث علشان تطور الفكره بتاعها عامل ازاي. لو في حاجات ثانيه بقى زي السقف مثلا، مشاكل السقف انت هتعملها عامل ازاي، ما هياش ما تنفعش تعمل فيها الدم، لكن مع الابحاث زي ما قلنا ممكن انها تتعمل، لكن مكلفه ومحتاج انها تشتغل. اذا انا ممكن اتعامل معاها على انها ماده غنيه جدا جدا، مش محتاج ان انا، ودي من تربه الارض. ادي بقى بعض المنشات كده اهوت نعرض عليها سريعا ونشوف هنا اهوت. ادي منشا في الولايات المتحده الامريكيه سريعا علشان الوقت. ده في كندا، دي السفارة الهولندية في أثيوبيا، ده مبنى صحراوي في أمريكا، في مكسيكو هو برضو مدرسة في مكسيكو، مدرسة الأرت الفنون. ده فندق في الهند، ده يعني في كندا، في باكستان. سريعا طبعا انا طبعا بحاول ان اوصل لكم ان ديت فكره بين البنى يجب يبقى فيه اهتمام عالي بيها شويه. النتائج بتاعتها مبهره، وزي ما انتم شفتوا كده اهوت ما هياش واقفه على بيت
لمحدود الدخل، ده كمان منشآت علمية، منشآت حكومية، السفارة لها معمولة بهذه المادة بهذه الطريقة، آسف، بهذه الطريقة بالمواد التربة العادية، واحنا فاهمين كويس قوي قد ايه انها بنى صديق للبيئة، بنى مش مكلف، بنى محتاج انه يتعمل عليه دراسات كتيرة جدا ويشتغل عليها. دي الفائدة الكبيرة جدا اللي احنا بنحاول نوصل لها، ونحاول ان احنا تكون احد الاسباب الرئيسية في انشارها، لان مجتمعاتنا محتاجاها. احنا مجتمعات تدفع كتير جدا جدا على المنشآت بتاعتها. طب لما تبقى الصرف على المنشآت دي بيبقى بالتوفير دوت، ايه اللي يخليني ما استغلش الكلام ده كله واقدر اعمله لكافه انواع المباني، مدارس، ويا سيدي طب نبتدي حاجه حاجه. المناطق النائيه لو قدرنا ان احنا نسيطر على البنى في المناطق النائيه انها تبقى بالطريقه دي هي، او الطرق البنى بتربه الارض كلها بصفه عامه، اعتقد انها تبقى احد الخطط الناجحه جدا في التنميه لهذه المناطق النائيه، واللي بيها اقدر احل المشكله من غير ما الجا ان انا اعمل مثلا مصنع يكلف كام مليون، وعشان او ان انا اجيب الحديد والبتاع من مناطق بعيده، وتكلفه النقل وتكلفه الاستهلاك البنزين وتكلفه المعادن الكربونيه في النقل والكلام ده كله تقل وتبقى مش موجود. انا حطيت هنا شويه برضه، او يعني بتكلم على شويه المراجع اللي ليها علاقه بالراند ايرث، وكمان ادي الكود المصري للبنى بالتربه اللي هو المضغوطه اللي هي كومبريست، وفي ده كتاب من اخواننا في السعوديه اسمه بناء بالطين، ده كان معمول من فتره. اعتقد ان المراجع دي كافيه جدا جدا الناس يعني تستزيد علما وتستزيد خبره في البناء. شكرا ليكم، وارجو ان تكون فايده كبيره جدا وصلتها لكم، واهلا وسهلا بيكم. اي اسئله؟ شكرا جزيلا لحضرتك دكتور طبعا على المحاضرة العظيمة دي، وجزاك الله كل خير على المبادرات الجميلة، وفعلا محاضرة غنية بالمعلومات، جزاك الله كل خير. لو في أي استفسار يا جماعة أو حد عايز يسأل أي سؤال ممكن يعمل رايز هاند أو يبعت في الشات. تفضل يا باشمهندس، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا دكتور بروفيسور أيمن، مع حضرتك دكتورة منى الوزير من هندسة المنصورة. أهلا وسهلا يا فندم، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. بحضرتك، وشكرا على يعني الدعوة الكريمة، والحقيقة محاضرة فعلا أكثر من رائعة. يعني حضرتك رجعتنا للزمن التعليم المعماري الجميل. أهلا وسهلا بحضرتك، ربنا يبارك. أهلا بحضرتك. هو طبعا انا في عدد من طلاب هندسه المنصوره برنامج العماره المستدامه حاضرين، واكيد انا متخيله ان في اسئله كتير، بس بالنيابه عنهم يعني احب استفسر عن حاجتين. الحاجه الاولى، هل المبنى اللي هيبنى بتربه الارض هيكون بنظام زي الحوائط الحامله، يعني لينا مثلا سمك معين للحائط؟ ايوه فهم. هي احنا اتفقنا ان المباني اللي بنى بالطين الغالب فيها مباني حامله، الغالب فيها، لان في تقنيات حديثه ظهر كتيره جدا جدا ان انا ممكن اعمل سكيلتون واملى ان بتوين املاها بتربه الارض، فلكن الغالب يعني ايه، علشان انا اوفر جامد جدا جدا واقدر اتعامل مع تربه الارض مباشره، فما يبقاش عندي اللي هو العناصر الانشائيه المعروفه الكمره والعمود مش عايزها خالص، فاقدر اشتغل فيها بتخانات مختلفه. طبعا طريقه القص او طريقه البنى في الارتفاعات المختلفه هو ده اللي هيحكمني، بمعنى ان اذا كنت عايز اعمل مثلا مبنى 3 ادوار، اذا تخنت الحيطه في الدور الارضي غير الدور الاول غير الدور الثاني وهكذا. بيختلف التخانات دي حسب التربه وحسب النوعيه بتاعت الماده اللي انا بستخدم فيها وحسب الاساسات اللي انا هشتغل عليها وحسب ارتفاعات الدور بيبقى عامل ازاي. فانا لما اجي اعرف الحسابات دي كلها واشوف الاحمال الخارجيه كمان هتبقى عامله ازاي، اقدر اقول لك والله الدور الارضي دوت هيبقى مثلا 50 او 51 سم، الدور فوق مني حاجه و30 سم او ازيد او اقل،
لكن في الاخر يعني بنتفق على ان كل ما بيزيد التخانق مش بس عشان القصر عشان احمال، او طبعا احمال مهمه جدا جدا، لان في الاخر احمال ديت هتاثر على تخانات القواعد وسمكها وطريقه تنفيذها، لكن بيهمني كتير جدا ان التخانات دي هي علشان كمان تبقى عامل مساعد في المعالجات الحراريه من الاحمال الحراريه اللي هتبقى جايه الخارجيه على الحوائط. وبالتالي انا فاهم كويس قوي ان علشان ياثر معايا التايم لاجنج واليو فاليو والار فاليو، يبقى انا فاهم كويس ان التخانه ديت هتبقى ليها ارتباط وثيق بالعوامل دي كلها. شكرا يا فندم على الاضافه، وجزاك الله كل خير على المعلومه وعلى الكتاب الاكثر من رائع. واحنا الحقيقه حظنا حلو ان في اول الترم يعني اخذنا المحاضره دي مع حضرتك، لان هيحصل فعلا يعني تغيير. انا بفكر في مشروع التصميم الخاص بطلبه ليفل 100 في قسم برنامج العماره، ان فعلا يبقى التصميم مبنى سكني مستدام. وانا شخصيا ما كنت اعرف ان في ريفرنس يعني للدرجه دي عن الموضوع، ومباني بالكبر زي سفاره مثلا او مدرسه، كانت كل معلوماتي بسيطه ان مبنى يعني يعتبر فقير مش مبنى بالثراء ده. فشكرا لحضرتك، الف شكر. يعني كمان كنت يعني للاسف الشديد يمكن نسيت ان احط كان جامعه في فرنسا معموله بالطريقه دي، جامعه. تمام، الف شكر يا فندم، الف شكر. شكرا دكتور عمر، العفو. باشمهندسة سما، ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا، ازيك باشمهندس؟ اهلا وسهلا بحضرتك. انا طالبه مع دكتور منى الوزير في جامعه المنصوره، وكنت عايزه اشكر حضرتك على المحاضره دي، بس كنت عايزه اسال حضرتك سؤال. اتفضلي اتفضلي. هو حضرتك زي ما قلت ان فعلا المباني دي يعني او المعتقد في مصر عنها ان هي تبقى مباني ضعيفه او رخيصه زي ما حضرتك قلت، ازاي بقى ان احنا نبدا ندخل المباني دي في سوق عمل في مصر؟ يعني ازاي ان احنا نبدا نقنع الناس عشان نشتغل بالمباني دي، ان احنا نبدا نقنعهم ان هي مفيده وان هي يعني صالحه للمعيشه، ونغير فكرتهم عنها يعني. طيب هو المبدا الاساسي ايه؟ القناعات. انا لو انا بشتغل حاجه انا مش مقتنع بيها، عمر ما هعرف اوصلها للغير، صح ولا لا؟ صح. فالبدايه قناعتي، هل انا مقتنع بالفكر ده هو، وهل هو يعني له فوائد كتيره على المجتمع قبل المجتمع فوائد عليا انا شخصيا؟ ده مبدئيا. فلما يزيد عندي قناعات انا هقدر او هقدر ادافع عن الفكره نفسها قدام اي حد. دي نمره واحد. نمره اتنين، لازم نتفق مع بعض ازاي نغير قناعات الناس. يعني القناعات يعني وليده السنوات الكتيره مش هتخلص في يوم وليله. لازم يكون عندنا صبر كبير جدا جدا، ولازم يكون في تفاعل مجتمعي جامد جدا لتغيير هذه القناعات. نمرة ثلاثة، إن قد يكون بقى دور الدولة هنا هو مهم جدا. مراكز البحثية، مصانع، رجال الأعمال، المطورين العقاريين، الملاك، كل دول مكونات متكاملة، المسمين الستيك هولدرز كلهم بيغيروا في، لو عندهم زادت عندهم القناعة دي بيغيروا في منظومة البنى خالص. إحنا في يوم وليلة ابتدينا نتكلم عن المدن الذكية، طب ما نتكلم عن المدن المبنية بالطين. ما نتكلم على مجتمعات كومباوندز معمولة بالطين. كل لا 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 لا، أصل التجارب بتاعتها مش ناجحة. طب ما أنت بتتكلم على، قلت إيه التجارب؟ طب لما تبقى التجارب مش ناجحة دي معناها إن إحنا خدنا ستيب أولاني، طب الستيب التانية إيه؟ إن إحنا نعالج القصور اللي حصل في التجارب دي. إنما نسيبها خالص ونرجع تاني، لا لا، كويس قوي. ما احنا فاهمين الموضوع بتاع الديتوجي. طبعا في دور تاني للمؤسسات التعليميه، ده مهم جدا. المؤسسات التعليميه لازم ان الموضوع ده هو يرجع تاني، ياخد يعني يتعمل عليه هايلايت ويتعمل عليه ضوء كبير جدا جدا. يعني انا فاكر ان من اكتر من 10 سنين في احد الدول اللي زرتها كان فكرة إن أنت تبني بمواد ريسايكلد هي ثراء غير يعني غير مستحب، لكن هذه الدولة خلت طالب أول عمارة بيبني شيلتر بتاعه بمواد ريسايكلينج. طيب ما هو المبدأ إن أنت بتحط الطالب
في منظومه تفكير مختلفه اللي هو ما يشتغلش بالتراديشنال. طب ما نخلي الموضوع ده كمان يكمل ونشتغل في الافكار دي هيت مع مجتمعاتنا. احنا دلوقتي الحمد لله رب العالمين زخم كبير جدا من الجامعات والمعاهد والمؤسسات العلميه الموجوده في دوله زي مصر يخلينا نقول ان يجب مجلس الاعلى جامعات ويجب على القائمين على الجامعات ان هم يفكروا ان لازم يضاف الماده العلميه ديت للدراسات بتاعتنا. اعتقد ان احنا لو قدرنا ان احنا نبتدي بنفسنا الاول ثم الاخرين ان شاء الله هنوصل لتغيير القناعات السلبيه عن البنى. ارجو اكون اجبتك اجابه كامله. شكرا يا دكتور. اهلا وسهلا. باشمهندسه طوقة تفضلي. تفضلي يا فندم. انا ايوه معاكي تفضلي. انا دعاء. انا دعاء من هندسه عماره مستدامه مع دكتور منى في جامعه المنصوره. اهلا وسهلا دعاء. اهلا وسهلا بحضرتك. طبعا يعني شكرا جدا لحضرتك على المحاضره دي. كنت بس عايز اسال ايه اهم الكتب اللي نقدر ان احنا ناخدها وتكون يعني بسيطه في معلوماتها لينا كطلاب، لان انا لسه طالبه في ليفل 100 ف بتتكلم برضو عن العماره والبيئه وكده. جميل. في مسار طبعا بنتكلم عن التربه او البنى بالتربه الطينيه او التربه بصفه عامه، تربه الارض صح؟ ولا في مسارات البيئه متكامله ولا ايه؟ ممكن لو في مسارات الاستدامه بصفه عامه اللي هي التربه، ان احنا ازاي نبني من الحاجات الموجوده المحليه. طيب بصي، هو انا عملت الكتاب بتاع البنى بتربه الارض ده يعني كتاب بسيط مبسط وهيديك بدايه اوليه كده اهوت عن التفكير في هذا الموضوع. انا عرضت شويه ريفرنس برضو للموضوع ده هو، واعتقد ان يعني هيكونوا كافيين جدا جدا ان انت تفهمي البنى بالطين او البنى بتربه الارض هتبقى عامله ازاي. في مصادر كتيره جدا اجنبيه طبعا، لكن اذا كنت عايزه تكتفي بالمصادر دي العربيه فاعتقد انها هتبقى كافيه جدا انها توصل لك المفهوم بطريقه جيده جدا. في مصادر اجنبيه كتير قوي، يمكن انا حطيت في البتاع طبعا الميزه في بيما عربيه ان هم بيدوا لك الرابط او بيدوا لكم الرابط بعد المحاضره، فانتم ممكن ترجعوا للمحاضره تاني وبالتالي هتشوفوا المراجع اللي موجوده في المحاضره، ممكن تبقى احد المصادر للحصول على المعلومه. اي حاجه تانية؟ استدعاء. لا شكرا. اهلا وسهلا بك. السلام عليكم دكتور. في باشمهندس زكريا حسين بيسأل، هل البناء بتربة الأرض منصوص عليه بكود البناء المصري؟ طيب هو كود البناء المصري يعني بيحاول ان هو يقطروا الموضوع ده هوت ويعلوا فيها المفهوم بتاع البناء بتربة الأرض، وفي لسه في جدال كتير في القصه ديت، ولسه في يعني سجالات في الموضوع. اعتقد ان احنا يعني الكود بيحاول يغطي القصه دي بطريقه كويسه، لكن لسه في ابعاد كتيره لسه ما دخلناش فيها في الكود المصري. طيب في سؤال تاني من باشمهندس علاء بيقول، هو ممكن في تصميم العماره الداخليه الحوائط التربه استخدام اي تكسيات بحيث يكون تحقيق اي تصميم مرغوب به، ولا احافظ على التربه زي ما ولا بحافظ على التربه زي ما موجوده في الطبقات؟ الطريقه الاخيره اللي انا اتكلمت عليها اللي هي راند ايرث وول، طبعا ميزتها وجمالها ان مش محتاجه اي كلادنج، مش محتاجه اي تجاليد عليها، انها التنويعة بتاعت الالوان اللي فيها ديت انا اقدر اتحكم فيها واقدر اعمل فيها اشكال كتيره جدا جدا، وديت هتساعدني كتير جدا في التصميم الداخلي لما اجي اعمل فراغات معموله بالحوائط دي. لكن طبعا منطقه بانها يكون عليها كلادنج، ممكن تعمل عليها تجاليد زي ما انت عايز، الموضوع مفتوح والموضوع له ارتباط، لكن التقنيات بتاعت الربط بتاعت كلادنج معاول بيها شويه. احنا في الاول وفي الاخر تاني بنحاول ناكد على مفهوم ان احنا بنحاول نقلل من الانبعاثات الكربونيه، فانا مش عايز استخدم اللي هو الاسمنت العادي، لكن في الاسمنت البوزلاني اللي بيساعدني كتير جدا كمورتر ممكن استخدمه في
الكلادنج لما اشتغل ككلادنج بالمورتر او بالمونه المونه العاديه. اتفضل. في سؤال يا دكتور؟ اتفضل. طيب هو بس الاسم ايفون اتفضل. اعتقد دكتوره منى هي كانت ايفون ولا حد تاني؟ ايوه يا فندم. هو انا ممكن اكون مش قافله الميوت، هو بس يعني انا مش انا عايزه اسيب فرصه للطلبه يسالوا، بس انا بصراحه جالي سؤال برضو في حاجه افتكرتها لما حضرتك قلت من عشرات السنين حول يعني كان التعليم في يعني في مؤسساتنا التعليميه ما كانش بيعظم فكره التعليم المعماري البيئي. هل المباني اللي يعني اللي موجوده عندنا في ريفنا المصري بتاعه الاجداد يعني كان فيها مشكله الحشرات ومشكله ان مثلا المبنى يكون فيه جوده الحياه يعني بطيئه شويه او قليله شويه، هل حاليا المباني اللي اتبنت في امريكا وفي كندا اكيد تغلبوا على حاجه زي كده لو في كتير الغابات طبعا مثلا كتير. او على فكره يعني ليها حاجه؟ حتى المباني القديمه اللي هي في الفلاحين اكرمك الله، معلش انا اسف يعني هقول اللفظ ده، هو كان رواس البهايم كان بيتمحر بيه. أو وايه الميزه فيها؟ طبعا هو مش هنتكلم عن الريحه الاولانيه، لكن هي الريحه بتنتهي على طول. لكن الميزه الوحيده اللي فيه او الميزه القويه اللي فيها لما اجي امحر بالمنتج الخلطه بتاعت الطينه مع رواس البهايم، انه بيقضي على الحشرات تماما، ما بيخليش الحشرات تخش. ودي كانت احد العلاجات البسيطه اللي بيعملها الفلاح المصري في معالجته للحشرات. خلاص. الحاجه الثانيه كانت العماره زمان كانوا بيعرفوا ينتقوا المكان اللي نقدر نبني فيه المنشا، ودي اشكاليه كبيره جدا احنا بنقع فيها، اللي هو اللي بعد كده الفلاح العادي البسيط ما بيعرفش يعملها. يعني زمان عرفنا من الحضاره الاسلاميه ان علشان يعمل مثلا بيراميستان مستشفى بيعمل ايه؟ بيروح يجيب حته لحمه هنا وحته لحمه هنا، فاذا كان جافه هنا وتبقى. نفس القصه ان هو ما يبنيش على منطقه فيها مستعمره نمل مثلا او مستعمره حشرات تانية. هي دي الاشكاليه، ان احنا بعدنا عن المنهج العلمي في اختيار المباني او مكان المباني، فاصبح السائد بتاعنا هي الفكر البسيط اللي المجتمع كان بيتعامل معاه، ان انا عايز ابني هنا خلاص هي تبني هنا بدون اي ارتباط بحاجه تانية. ده في فكره ان انت لما تيجي تبني دور على مصدر الميه قريب منك ولا بعيد، عشان الرطوبه وعلشان. ووصلت في بعض الابحاث اللي هو بنتكلم عليها مثلا مفهوم كلمه الطاقه الايجابيه والطاقه السلبيه والكلام ده كله، اللي فيه ناس يعني بتلغي التفكير فيها. فبالتالي انا فاهم كويس قوي ان في ابحاث كتيره جدا ممكن تفيدني وتوفر عليا المشاكل اللي هي موجوده في المجتمعات مش عايز اقول الفقيره، لكن اللي عامل منشاتها بدون يعني اهتمام علمي او بدون دراسه علميه، فكانت الناتج ان بقى المجتمع كله بينفر منها، ففاهم ان هي الحشرات مرتبطه بيها وانه في علاجات كتيره. طبعا في علاجات كتيره جدا جدا دلوقتي. وعلى فكره خلينا نقولها بطريقه تانية، يعني احد المجتمعات الاوروبيه، يعني انا كنت بزور احد المجتمعات الاوروبيه ديت، الحوائط كانت اكبر مشكله عندهم، الفانج اللي كان بيجي اللي هو الوزغ الاسود اللي كان بيجي في الحوائط في هذه المجتمعات الغنيه الثريه، لانها المباني بتاعتها منطقه مبنيه جنب غابات، طب ما اكيد في رطوبه، اكيد في فانج، اكيد. يعني ليه هم ما لغوش الفكره؟ بالعكس بيطوروها، واخد بالك؟ فاحنا للاسف الشديد خدنا ايه؟ خدنا الارث السلبي وما عالجناهوش. فعلا. شكرا لحضرتك يا فندم، الف شكر سعادتك. باشمهندس مصطفى عصام اتفضل. ازي حضرتك يا دكتور؟ انا مع دكتوره منى في قسم عماره مستدامه. كنت حابب اسال حضرتك لو مثلا في مكان نقدر نزوره في مصر بحيث ان احنا يعني نشوف على الطبيعه مثلا. هو في بعض النماذج اللي عملوها يعني مجموعه من المهندسين يعني العظام، وده يمكن يعني ممكن نبقى ندي الروابط بتاعت المباني دهيت في الفيوم، في حاجات كتيره في الفيوم اتعملت. مهندس عادل
ربنا يديله الصحة، من القوام من الناس التقال في البنى في بالعمارة اللاتينية. في ناس عملت أفكار كتيرة، مهندس عنان عامل كذا منشأ في مناطق مختلفة في مصر وفي الوطن العربي، وبرضه نفس الكلام مهندس محمد رفعي عمل كذا منشأ. فأعتقد في زخم كبير جدا، وفي معماريين كبار عملوا المنشآت ديت، وحتى مركز قام بحوث البنى كان عمل مبنى تجريبي جوه المركز بكمبريست بريك، وأعتقد إنه عمل حاجة كمان يمكن في الوادي الجديد أو في يعني كان نموذج معمول هناك. الجامعه الامريكيه برضو ليها باع، بس انا مش عارف. وكان في مؤسسه اسمها جي اي زد، كان برضو بتعمل منشآت بس على مناطق ليها ارتباط بالساحل والبيئه وكده. هو ففي تنوع، في تنوع. طب هو دكتور بالنسبة للعمال، هو ازاي حد يلاقي عامل يقدر يشتغل على مادة زي دي؟ بص، هو احنا للاسف الشديد بنغفل على ان في ارث بيفلت من ايدينا. سؤال ممتاز جدا، ويعني انا يعني اشجع يعني الاسئله اللي بالشكل ده. زي ما كان في ناس عمال بيشتغلوا على ماده الخشب ويطلعوا لنا الارابيسك واندثرت هذه المهنه، زي ما في بنايين بيشتغلوا على القباب والقبوات في المنيا وفي الاقصر قربوا يندثروا لان المعلم الكبير ما بقاش عنده صبيان كتير يعلمهم. فاحنا لازم كمؤسسات مجتمعيه ودوله نبتدي نرجع تاني، نرجع الـ 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 الكنوز دول. ده اسمه كنوز، دول ناس كنوز، اللي بيشتغل على النحاس واللي بيشتغل طرق على النحاس واللي بيشتغل على الخشب بانواعه واللي بيشتغل البنا بالطين بطرق مختلفه، ونجيب الناس دي هي ويبقوا يعني قدوه لاجيال جديده ممكن يطلعوا يبنوا بيها. احنا هي يعني مسؤوليه مشتركه للجميع. لازم يكون في تتابع وتسلسل لان الموضوع ده ما يموتش، ودي مهمه ودي مشكله كبيره جدا، والا هنضطر نروح نجيب من بره، من الغرب او من الشرق او من اي حته. يعني زي ما قلت لكم ان دوله زي جنوب افريقيا فيها زخم عالي جدا جدا ومصانع وبتاع. طب احنا فين؟ الهند فيها ناس كتيره جدا مش عارف احنا فين، وهكذا. في دول كتيره جدا في العالم القصه دي هي. في شركات موجوده في امريكا وكندا واوروبا، تمام، متخصصه بالبنى بالطين وبيعملوا تصميمات زي ما انتم شفتوا كده. شويه الكم السلايد اللي انا حطيته في المحاضره دي كلها خارجه من مكاتب وخارجه من جهات فنية بحثية بتشتغل فيها الكلام دوت. هل ده ما عندهمش عندهم احنا فين بقى؟ احنا للاسف الشديد يعني ايه، ما فيش حد بيجري على المادة العلمية اللي عندنا من زمان دي. ارجو ان هي اجابتك يا مصطفى. شكرا جدا لحضرتك. طلب اخير، كمعماري لسه هيبدأ مغامرته، نصيحة من حضرتك. نصيحتي ان انت تزود الثقافة بتاعتك في هذا الامر، كبيرة جدا جدا، وتحاول ان انت تثبتها عندك في كل مشاريعك، سواء وانت طالب او انت متخرج. دي مهمه جدا جدا، ولما يزيد يعني الناحيه العلميه عندك هتبقى سهل جدا جدا ان انت تبقى مدافع، تبقى ايه بنسميها ايه، واحد صديق معانا في البيئه، تقدر تسند معانا في انك توصل المفهوم دوت للاخرين. فده دور كبير جدا، وانت لسه ما اتخرجتش، تبتدي من دلوقتي هتبقى قصه نجاحات كتيره ان شاء الله، ونشوف مهندس كبير باذن الله له باع في هذه ان شاء الطريقه الله. بهذه الطرق ان شاء الله. شكرا جدا دكتور، شكرا، محاضره رائعه. شكرا. مهندس وليد بركات، تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله يا باشمهندس وليد، يا مرحبا، يا أهلا وسهلا بيك. أحيي شخصك الكريم دكتورنا العزيز، وأحيي جهودك في يعني تبني الموضوع وطرحه مرات عديدة وطريقة فنية وطريقة علمية رائعة. يعني أكيد شهادتي بيك مجروحة لما بيننا من أواصر الصداقة والمحبة والتلمذة الأستاذ عريق زي حضرتك كده، وزباع كبير في المجال. لكن خليني أبدأ من النقطة اللي انتهى فيها خلينا نقول عليه الزميل، يعني
بعد حذف السنين الكتيرة اللي بيننا وبين الأخ اللي لسه سأل في الآخر، لكن أثار نقطة مهمة وهي موضوع أصدقاء المبادرة أو تبني المبادرة وإن يكون لها كيان داعم وأصدقاء فعلا لتفعيل فكرة البناء بمادة الأرض ونشر الثقافة دي والتواصل مع الجهات اللي حضرتك عرضتها النهاردة، جهات عالمية بتتبنى الفكرة وتشتغل عليها وتنشرها وكده. يعني أعتقد إحنا نفتقد الكيان اللي بيدعم المبادرة حضرتك تتبناها وبنتابعها ومجهودك اللي أنت بتبذله في هذا المجال. يعني دي نقطة جات لي عرضا والزميل الأخير بيسأل حضرتك، لكن أنا سؤالي الأساسي واللي كنت كتبته على الشات وكنت أوثر غيري بالمداخلة عملية الجانب الاقتصادي، يعني المردود الاقتصادي. أكيد المجتمعات اللي كانت بتلجأ لفكرة البناء بمادة الأرض العامل الاقتصادي كان مؤثر بالنسبة لها. الموضوع ده إذا كان مدروس وحضرتك سبق لك يعني الاطلاع عليه وفي رابط بينه وبين الاهتمام بالبناء بمادة الأرض، ولا يعني يحتاج لسه ما زال في طور الاحتياج لعمل دراسة فين المردود الاقتصادي، إيه الفايدة الاقتصادية اللي هترجع على الناس اللي هتهتم بالفكرة دي، بالإضافة طبعا للعوامل الأخرى زي الاستدامة والحفاظ على الموارد والأمور دي، وإن كان برضو ليها جوانب اقتصادية. أخيرا وليس أخيرا، وأتمنى من الزملاء في بيم رابية وحضرتك، الست طرق اللي حضرتك عرضتهم للبناء يعني كل طريقة منهم محتاجة يعني عرض خاص والتفصيل للمهتمين واللي حابب إنه يكون له مشاركة في مثل هذه المواضيع وإنه يتعرف بالتفصيل على هذه الطرق. يمكن عرضهم كان سريع جدا في اللقاء، واعتقد ان المنصه مش هتبخل على حضرتك ولا حضرتك هتبخل علينا انه يكون في لكل طريقه يعني ولو حضره خاصه. يعني سلامي الخاص لشخصك وتحياتي وتقديري لجهودك في المجال، وان شاء الله يعني نكون داعمين لهذه المبادره، ووافر الشكر للزملاء في مربيا ان هم اتاحونا الفرصه ان احنا نسلمها لحضرتك ونستفيد من العلم الغزير ده. والسلام عليكم ورحمه الله. ربنا الله يبارك فيكم. عليكم السلام. طيب باشمهندس وليد طبعا اثار نقطه مهمه جدا، هي حته التكلفه الكوست بتاعت المنشات دي. عموما الكوست للمنشات البيئيه بصفه عامه سواء كانت اللي هي بالباسيف ديزاين او بالهاي تك بيبقى اي منشات بيبقى ليها مصارين، اللي بنسميه اللي هو الانيشال كوست او الشورت ران كوست، وفي اللي هو لونج ران كوست. الشورت ران كوست بيبقى لما بنشتغل بالباسيف ديزاين او التصميم السلبي اللي منها البنى بتربط الارض، منها احد مساراتها البنى بتربط الارض، بتبقى التكلفه بتاعتها بتبقى قليله شويه لان انا بستخدم مواد محليه، دي نمره واحد، مش محتاج ان استخدم ترانسبورتيشن كتير، الانبعاثات الكربونيه بتاعتها قليله، وفرتها بتخليني مش هتاخر في التايمينج بتاعي. بيبقى العوامل المساعدة في أن أنا أخليها ناجحة أن أنا أعمل معمل مثلا في الموقع، أنا كل ده هو إنهاند ما بيخليش فيها الموضوع ده لما يكون مشروع كبير طبعا. وبالتالي الموضوع هيبقى ارتباطه باللونج ران كوست. طبعا أنا بتكلم باسيف ديزاين، مش بتكلم على اللي هو الهاي تكنولوجي. الهاي تكنولوجي كثير من الابحاث قالت ان الشورت ران او الانيشال كوست بتاعتها بتبقى عاليه جدا في الاول خالص، ولان التقنيات بتاعتها ليها حسابات ولها تصميمات مختلفه، فبتبقى الكوست بتاعتها بيزيد. لكن انا يهمني في اللونج ران كوست. اللونج ران كوست احنا بيبقى في عاملين مهمين جدا جدا بنغفلهم، اللي هم ايه؟ الاوبريشن والمينتنس، التشغيل والصيانه. في المباني التقليديه التشغيل والصيانه اوريدي انت عارف ان ماكسيمم للمبنى 70 سنه 100 سنه 120 سنه خلاص. لكن المباني دي هي صديقه البيئه، احنا بنحاول ان احنا نعلي توصل زي زمان، زي المنشات اللي انا وريتها لكم زمان بقى لها مئات السنين وفي منها الاف السنين. فهنا بيفرق معانا كتير جدا بقى لما اقسم اللونج ران اللي هو على عشرات السنين او 100 سنه
غير لما اقسمها على 700 سنه او 800 سنه. دي نمره واحد. نمره اتنين، ان تشغيل في حد ذاته بيبقى عامل مؤثر جامد جدا، لان انا فاهم كويس قوي ان انا ممكن استخدم حاجات ما تبقاش محتاجه انها تكون فيها تكلفه عاليه جدا. زي ايه؟ زي الانرجي، طاقه. لما انا اوفر في الاحمال الحراريه، اذا انا هو قدرت ان انا اعمل ايه؟ ان انا اوفر في الميكانيكال، واوفر في المكيفات، واوفر في استهلاك الكهرباء. ان انا استخدم الرينيوبل انرجي معاه ده برضه هيساعدني كتير جدا في ان انا اقلل من استهلاك الكهرباء. اذا اللونج ران هو ده العامل اللي انا بعول عليه التكلفه بتاعتي تبقى عامله ازاي. خلاص، مبدئيا هو اوريدي في نموذج احنا بنحاول ان احنا بنطوره، نموذج 120 متر. 120 متر عملناه بحيث انه يبقى 100 متر مقفول و20 متر مفتوح. كلفنا تقريبا المبنى ده هو بنص تشطيب حوالي 350 ألف جنيه. لو عملنا نفس المنشأ خرساني أكيد هيبقى فارق كبير جدا جدا، التكلفة بتاعته هتزيد وهكذا. إحنا بنحاول نطور الفكر دوت علشان ينزل التكلفة عن كده كمان، وده اللي إحنا بنحاول إن إحنا نسعى عليه علشان يبقى هو ده الترند أو المبنى اللي ممكن يشتغل في مناطق النائية في المحافظات. زي ما كنا بنتكلم المحاضرة اللي قبل كده عن التنمية في محافظة الوادي الجديد، ممكن تبقى أحد المسارات القوية جدا في دي مسارات التنمية اللي ممكن تتعمل، إن كل المنشآت اللي هناك تبقى موجودة بالطريقة دي. هي إيه المانع يعني؟ وخاصة إن أنا مش محتاج قوي إن أنا أعمل أدوار، أربع أدوار خمس أدوار في أرض مفتوحة، عندي فيها مساحات فاضية يعني مش عايز أقول يعني كميات ضخمة. فأنا فاهم كويس قوي إنها حتى كمان في المناطق الزحمه، في المناطق اللي انا ممكن، هي المشكله كلها مشكله ان احنا محتاجين نزود دراسات، او محتاجين نزود دراسات. في ابحاث اتعملت في مركز قومي لبحوث البنى، ربنا يديهم الصحه ويجزيهم على كل حاجه بيعملوها هناك في مركز بحوث البنى. يجب ان يبقى في قانون يساعد هذه المراكز البحثيه، مركز بحوث زي مركز بحوث البنى، ان يبقى مقنن العمل من خلال النتائج الابحاث بتاعتي. ارجو ان انا يعني وضحت المعلومه بتاعه التكلفه تبقى عامله. يا دكتور، في سؤال من باشمهندس سعيد بيقول: هل ممكن يكون في آلية للترخيص لمثل هذه المباني؟ وكيف نفرق بين هذه المباني ومباني العشوائيات؟ طيب، الآلية بتاعت الترخيص هي دلوقتي زي ما قلت لك إن للأسف احنا عايزين يعني تشريعات دولة. في ناس بتقدر إنها تاخد تشريعات مباشرة. أنت بتتكلم على مناطق مثلا جديدة زي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لسه لحد دلوقتي مش مرتبطين شوية باللود بيرنج اللي هي المباني الحاملة، لكن أعتقد إن هو في ديبيت، في نقاشات كتيرة، إن هل في وزارة الإسكان هل ده هيبقى أحد المسارات الجامدة جدا للمحاور التنمية في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؟ يعني دي ما عنديش المعلومه ليها، لكن اعتقد ان في ارهاصات انها بتتكلم على هذا الامر. ما يخص بقى في المحافظات والمحليات وكده، انت بتشتغل على قدرتك على قناعه المسؤول على ان الاحمال بتاعتك سليمه، وان الاحمال بتاعتك ما فيش فيها ضرر، وان المنشا بتاعك مش هيتاثر. ده بالنسبه ما يخص التعامل مع الجهات الحاكمه في هذا الامر. السؤال الثاني كان عن، معلش عفوا، السؤال الثاني كان بيقول: كيف نفرق بين هذه المباني ومباني العشوائيات؟ طبعا يعني بص، هو للاسف الشديد احنا يعني انا ضد كلمه العشوائيه، لان العشوائيه في الاخر هي احتياج انساني لشخص مش متخصص، فقدر ان يعمل الشلتر بتاعه او يقدر ان يعمل المبنى بتاعه بالطريقه اللي هي ظهرت بالشكل اللي هي غير منتظم. خلينا نجمع التكوينة بالشكل ده. لكن في الآخر هو لو كان عنده العلم، عنده القدرة على إنه يفهم آلية التعامل مع المواد، آلية التعامل مع الأحمال، أحمال التربة والأرض ويطلع الأساسات عاملة إزاي، والأحمال الحرارية، لو هو عنده الآلية دي أكيد مش هيبقى مبنى عشوائي، أكيد هيبقى الموضوع مختلف. عنده آلية مفهوم المبادئ الأولية في التصميم المعماري الموديلية والسيمترية
والحاجات اللي احنا درسناها في نظريات العمارة واحنا صغيرين، اعتقد هيبقى فرق كبير جدا جدا ما بين مبنى بيعمله واحد متخصص درس الحاجات دي كلها وواحد ما درسش خالص، فبالتالي يقال على المبنى بتاع عشوائي او غير مرتبط بأبحاث او نتيجة او دراسات علمية. سؤال تاني يا دكتور بيقول: هل هذه المباني مناسبة لجميع المناطق والمناخ؟ وإيه مدى تأثير تغير المناخ على هذه المباني خصوصا تأثير الأمطار؟ تاني احنا هنرجع تاني، بيرتبط دائما وأبدا تفكيرنا في المباني الطينية أو مباني المرتبطة بتربة الأرض بالأمطار اللي كانت بتقع على البيوت بتاعتنا بتاع زمان اللي كانت موجودة في الفلاحين وكانت بتتغرق مية. ده الإرث الثقافي اللي احنا خدناه من المنشآت أهالينا اللي موجودين في القرى والنجوع اللي احنا، أنا واحد منكم بالمناسبة، يعني أنا أساسا يعني من الأصل من محافظات وجه بحري، فأنا فاهم كويس قوي إن ده إرث محتاج الناس تشتغل عليه بطريقة جيدة. للأسف الشديد لما أقول لك إن المنشآت دي هي معمرة بقالها 1000 سنين، ترجع أنت تقول لي تاني يعني المطر بتأثر فيها ولا ما بتأثرش فيها؟ يا عم في منشآت بقالها آلاف السنين، بقالها مئات السنين وعايشة وواقفة على حيلها. ليه هذه المباني ما تأثرتش بالمطر وعندهم مطر وعندهم مطر شديد؟ اليمن اللي يعرف الأمطار في اليمن أمطار موسمية، اليمن على الخط بتاع الأمطار الموسمية أمطار فيها عاملة إزاي؟ الصين أمطار فيها عاملة إزاي؟ المناطق الأوروبية الأمطار فيها عاملة إزاي؟ يا جماعة لازم نفهم كويس قوي في فرق بين إن أنا بشتغل على منشأ مدروس بطريقة جيدة ومنشأ معمول بطريقة عشوائية بطريقة من غير دراسة. ده الفرق. طيب في سؤال بيقول: هل هيكون في مشكلة في آلية توصيل المرافق لهذه المباني؟ خالص خالص، المرافق زيها زي أي مرافق في أي منشأ تاني خالص، سواء كان بتاخذ من المأخذ الرئيسي بتاع المية أو بتدي للصرف، مفيش عندي مشكلة. الإشكالية عندي في إن أنا أزود الإنوفيشن أو الابتكار، هنا الإشكالية بقى اللي هو إيه بقى إيه؟ يعني لما دخل مثلا في مفهوم المبنى البيئي أو المبنى الطيني إن أنا عايز أعمل إيه؟ إن أنا أعمل معالجة للمية. طب ما أنا هو لو أنا بعمل مبنى في منطقة نائية، واخد بالك، انا مش مرتبط، مش لازم ارتبط بالشبكه بتاعه الصرف والري وبتاع ده، خلاص. في مناطق كتيره جدا الامطار فيها عاليه، طبعا مش موجود عندنا في مصر، لكن في مناطق مثلا في اوروبا وفي الشام وفي بعض المناطق في افريقيا الامطار فيها موسميه بتبقى غزيره جدا جدا، ما اعمل هارفستنج للميه واستغلها. في بعض المناطق بيعملوا خزانات ارضيه وخزانات فوق علويه علشان يستفيدوا ميه المطر. ده بس بتكلم على ازاي ان انا اعمل المبنى بيه، تمام. انما انا اخد الميه بقى واعمل لها تريتمنت، اعمل لها معالجه، في معالجات دلوقتي وخاصه للي هي جري ووتر اللي هي الميه الرماديه، اقدر اعملها واستخدمها بعد كده في استخدامات مش لازم تبقى اكل وشرب، لكن ممكن تستخدمها في حاجات تانية كتير، الفلاشنج بتاعت الدورات الميه، ري الزراعات، النباتات اللي حوالين المبنى، المكيفات، اجهزه المكيفات، اقدر استخدم المعالجه بتاعت او التريتمنت بتاعت الجري ووتر، مش هقول البلاك ووتر، خلينا نحدد الموضوع شوي. فعلشان لان عشان اعمل تريتمنت للبلاك ووتر هتبقى مكلفه شويتين، واخد بالك. ان انا اتعامل مع القصه ديت بمشتملاتها ديت، هنا بقى الفكر بيختلف، فالربط هنا بيختلف. لما تيجي تقول لي والله انا هعمل طاقه شمسيه او طاقه رياح او طاقه حتى بايو جاز او بايو ماس، خلاص الطرق المختلفه للطاقه الرينيوبل انرجي اللي احنا بنتكلم عليها، تمام. لما اجي اعملها في مبنى وسكني حاجه زي كده، طب ما ده انا لما اجي اربطها بقى بالشبكه بالجريد هتبقى اوف جريد ولا اون جريد، واستفيد بيها ازاي؟ استفيد بالتقنيات الحديثه ازاي؟ دلوقتي لما تيجي تعرف مثلا ان في منشآت بتبقى مرتبطه بحاجه اسمها الانرجي سيفنج، هعمل هوظف الانرجي سيفنج ازاي في المبنى بتاعي؟ هوظف ان انا ما استخدمش السطح بالكامل علشان اولد الكهرباء بتاعتي عامله ازاي. انا ممكن اعمل الطاقة بتاعتي على الحوائط بتاعت المبنى. إذا أنا هنا هو بقدر أعمل معالجات كتير جدا أرتبط أو ما أرتبطش بالتصميم أو بالشبكات العمومية ديت في إيديا، لو أنا فهمت دوري كويس قوي أثناء ما أنا بطور
الفكر بتاع المبنى البيئي او المبنى الاخضر. في سؤال بيقول هو طيب في بعض المباني الحكوميه بتكون موجوده مثلا مش بتتجاوز من دور او دورين، وطبعا المباني الحكوميه بتخدم لفترات طويله جدا، ليه ما يستخدمش هذه الطريقه؟ بكده يبقى في الاخر الحكومه هي المستفيده بتوفير حاجه مثلا زي مبنى لو دانه فتره 100 سنه او اكتر من كده، ده هيكون عقده على الحكومه افضل بكتير من المباني الخرسانيه اللي بتمتد مثلا ل 70 سنه مثلا. شوف انا، شوف انا اخر واحد اتكلم، انا عندي ابحاث موجوده في مركز قومي لبحوث البناء على هذه الماده بقالها عشرات السنين، اذا ودي ما دي جهه حكوميه. انا لما لو صاحب قرار انا الزم المباني دي هي اللي تطلع في المحليات واللي تطلع اللي بتخدم اللي هي المنطقه التجاريه، مكتب البريد، مكتب الشرطه، مش عارف كل دوت معمله بالمباني بتربط الطين اللي خلينا اروح اعملها خرسانه. هي للاسف بقى بيحصل ايه؟ انا هقول لك اللي بيحصل، بيحصل انه احنا للاسف عشان بنستسهل فما بقاش عندي المقاول اللي يجري يجازف ويعمل يقول لك انا متخصص في القصه دي، كم واحد هيبني بالطريقه دي؟ لكن لما تبقى الزام من الدوله ان في ناس تبقى شغاله في المجال دوت هيبقى بدل المقاول 10. هي دي الاشكاليه، اشكاليه ان يبقى في جرأه على اتخاذ القرار ان المنشات الحكوميه اللي بالشكل دوت في المحليات في المناطق الجديده في المناطق العشوائيه في اسف في المناطق النائية اقدر اتعامل معاها بهذا المنطق. هو ده الاساس، هو ده اللي احنا بنحاول ناكد عليه، ان يجب الاهتمام بكل الابحاث السابقه والحاليه والمستقبليه في هذه في هذا الاطار، علشان ده هو ده خدمه البلد بجد، خدمه البلد وتنميه البلد. لما الحكومه تعمل كده او لما صاحب القرار يعمل كده، باش كلمه الحكومه، لما يبقى صاحب القرار يعمل كده، اذا راس المال يقدر يبقى داخل بشجاعه وقوه ان يشتغل بهذا المجال، ويبقى يقول لك ايه زي المكان الفلاني او زي المبنى الفلاني احنا عملنا المشابه بتاعي. ما هو مبدا التقليد موجود دلوقتي. لما ابتدت الحكومه تقول والله احنا هنشتغل في القرى او المدن الذكيه، ظهرت لنا كام كومباوند دلوقتي يقول لك الكومباوند الذكي، السمارت سيتي. طب ما خلاص، ما هو ده البدايه بتبقى عامله ازاي ثم الاستمراريه بعد. تمام جدا يا دكتور، هي كده الاسئله اللي موجوده في الشات كده انتهت. طبعا شكرا جزيلا لحضرتك على المحاضره اللي لا يمل منها في اي وقت، وجزاكم الله كل خير وعلى سعه صدر حضرتك معانا، وحقيقي يعني جميع كلمات الشكر لا توفي حضرتك يعني المجهود المبذول، وجزاك الله كل خير. الف الف شكر حضرتك، وان شاء الله نبقى على تواصل مع بعض باذن الله في محاضرات تانية قادمه ان شاء الله. شكرا جدا لكم.